واستعدادات الدولة والاستعدادات علشان العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، بالتأكيد عيد الأضحى المبارك. وطبعا في جهود كبيرة بتبذلها الدولة علشان ضمان ان كل السلع تبقى موجودة، كل السلع تبقى موجودة وبأسعار عادلة، ما يبقاش فيها استغلال. وده دايما مع الأعياد بيبقى فيه إقبال على العديد من السلع بالتأكيد، فبعض التجار يعني ضعاف النفوس بيبقى فيه استغلال ان احنا نخبي سلعة نرفع سعر سلعة أخرى. لكن في استعدادات بالتأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعملها. أعلنت الوزارة عن بدء كمان صرف المقررات التموينية، لازم نطمن إن المقررات التموينية بيتم صرفها، وده عن شهر يونيو 2024 من خلال 40,000 منفذ. يعني بنتكلم على كل نجع تقريبا على مستوى الجمهورية هيبقى فيه، بنتكلم في كل مكان لما يقرب من 63 مليون مواطن. انتم متخيلين هذا الكم وهذا الإقبال وكم السلع اللي بيتم صرفها. بتقوم بتوفير كل الأصناف اللي بتضخها الوزارة، وده ضمن مقررات الدعم، والبالغ عددها 31 صنف، وده بيبلغ قيمة السلع شهريا ما يقرب من 4 مليار جنيه. الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال إن كل السلع الأساسية متوفرة، هتكون متوفرة بكميات كبيرة، وأشار لاستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وده طبعا تلبية لاحتياجات المواطنين، سواء كنا بنتكلم على السلع بقى المدعمة أو السلع الحرة، هتكون موجودة كلها في كل منافذ الجمعيات الاستهلاكية. وطبعا مرة تانية بنأكد على الأسعار العادلة، وكمان هيكون في حملات أو تسيير الحملات يومية على المنافذ علشان التأكد من توافر السلع، وإن مخازن شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية موجود فيها كل السلع البالغ عددها 1500 مخزن. وقامت بتسليم كمان من خلال هذه المنافذ وصرف السلع على مستوى الجمهورية لكامل الحصص التموينية الخاصة بهم، لربط طبعا كل تاجر بالمنفذ التابع ليه. فإحنا بنأكد على حضراتكم أن كل السلع التموينية هيتم صرفها، أن كل السلع هتكون متوفرة في كل نجع وفي كل كفر وفي كل مكان، وأهم حاجة أنها تكون متوفرة إن شاء الله بأسعار عادلة. كل سنة حضراتكم طيبين.